علاقتي بالجوال يعني عرفتها في الواقع في بداية الخمسينات لما بعد عودتي من إنجلترا، وطبعا رجعت في بداية الخمسينات كان بعد حدوث الوثبة، والجواهري كان دوره هائل في الوثبة في الإشادة فيها والتحريض عليها ودفع الناس لها والتضحيات. أعتقد أحد أخوه قتل بالوثبة كما أعرف، فيعني من الناس من أوائل المفكرين والمبدعين اللي رفع شارة الانتفاضة أو راية الانتفاضة والوثبة ضد النظام القائم وضد الاستعمار. فبالنسبة لكل الناس المثقفين وغير المثقفين هو فد رمز كان جواهري. من رجعت كان هذا الرمز جدا بارز في العراق في ذاك الوقت، وكافة المثقفين كانوا يشيدون بدوره في تلك الفترة. القصائد اللي ألقاها، وجاءت قصيدة اللي أنا يعني في الفترة اللي أنا وصلت فيها، سلام على مثقل بالحديد ويشمخك القائد الآمري، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهري. هاي سويت لها صورة، هاني هالمقطع سويت لها صورة، سلام على مثقل بالحديد. هو حقا كان يشيد بدور السجين السياسي في تلك الفترة اللي كثير من السجناء عذبوا وقتلوا وشنقوا إلى آخره، قدموا حياتهم في سبيل العراق. فالجواهري كان من أوائل الناس اللي أشادوا في ميدان الشعر على مستوى رفيع، هو الشعر ماله أشادوا بدور المثقف المناضل في الواقع، والجماهير كانت معاه كليا في هالمسألة. ارتبط اسم الجواهري باسم النضال من أجل مستقبل أحسن في العراق.